قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية إن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية الثقافية والسياحية للمحرق قد عاد للمنطقة مكانتها التاريخية التي تليق بها والتي طالما عرفت بأنها عمق استراتيجي متعدد الأبعاد بالنسبة إلى مملكة البحرين. أكد معاليه أن الاستثمار المخطط والمدروس في البنية التحتية للمحرق القديمة والعريقة بتراثها قد ساهم في تحويل مشروع طريق اللؤلؤ الذي يحظى باهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من فكرة إلى واقع نترقب اكتماله بحلول العام المقبل لتروي مكوناته بصورة متسلسلة ومنتظمة تراثا إنسانيا لسيرة الأولين الذين عانوا بالاشتغال في مهنة صيد وتجارة اللؤلؤ والتي تعد السمة الأساسية البارزة لاقتصاد فترة ما قبل النفط. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد زار وأصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية للمشاريع والتنمية والبنية التحتية عددا من معالم ومواقع مدينة المحرق القديمة الواقع على مسار طريق اللؤلؤ تلبية لدعوة تلقتها اللجنة من معالي الشيخ خمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. بهذه المناسبة حيا معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة معالي الشيخ خمي بنت محمد الخليفة لإبراز الهوية البحرينية الأصيلة من خلال المشاريع التي تنفذها وتشرف الهيئة عليها وذلك للإسهام بكل إيجابية في رؤية الحكومة الموقرة الرامية إلى زيادة المقاصد ونقاط الجذب بما يتيح خيارات واسعة ومتنوعة أمام السياح للتعرف على عراقة وأصالة مملكة البحرين وشعبها. كما أثنى معاليه على المبادرات الداعمة من قبل القطاع الأهلي والخاص جهود هيئة البحرين للثقافة والآثار والتي تعكس الإيمان بأهمية توفير الحماية اللازمة لهذا المسار التراثي الأصيل تفعيلا للشراكة المجتمعية المتوخاة والتي بفضلها تم إدراج طريق اللؤلؤ كثاني موقع في مملكة البحرين بعد قلعة البحرين على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي. أوضح معاليه أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تولي مشروع طريق اللؤلؤ أولوية خاصة كما أنها لا تألو جهدا في سبيل تذليل كافة التحديات التي تواجه المشروع ومواصلة العمل على التنسيق بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وسائر الجهات الخدمية الأخرى وذلك لضمان انسيابية توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لإتمام المشروع وإنجازه في موعده المستهدف. من جانبها قدمت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة وأصحاب السعادة الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على ما أبدوه من اهتمام ينصب في دعم البنية الثقافية المستدامة لمدينة المحرق ولطريق اللؤلؤ، لافتة معاليها إلى أن ما تسخر به مملكة البحرين من إرث إنساني وحضاري يجعلها مكان جذب لسياحة ثقافية نوعية. كما أكدت معاليها على استثمار هذا الإرث الحضاري في جذب ملايين الزوار الآتين من العالم إلى إكسبو دبي العام المقبل حيث تكون المحرق نقطة استقطاب تعكس ما للبحرين وللمحرق بالتحديد من عراقة وتميز. زيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله لمسار اللؤلؤ وللبنية التحتية التي تأسست في المحرق عبر هذا الطريق وعبر المؤسسات الأهلية كصورة متكاملة لتطوير مدينة إسلامية أصبحت محط أفئدة زوار البحرين. كل زائر البحرين لابد أن يزور المحرق، لابد أن يطلع على هذا المسار الذي يكتمل إن شاء الله بعد عام ونص حين تكون دبي إكسبو دبي يستقبل العالم أجمع، يكون هذا المعلم السياحي الثقافي هو أبرز وجهة في البحرين تستقطب سياحة ثقافية نوعية. المحرق تزهو اليوم بضيوفها وتتقد بالجمال المحيط بنا.